أهلا وسهلا، وإن شاء الله لاقي رجال بأمتها العرب. ما لقيت، بس لقيت حمار، وفخر العالم رح يكونوا بحياتي هالحمار. حزب الحمير قانونيا صار بلبنان. الشكر إلى كل هالناس اللي مثلي مقهورة وعم بتفتش ع إنسان. ديوجين بعده حامل القنديل يا أشباه الرجال والنساء. من حرقة قلبي لو كنتوا مطرحي بتحسوا بذرة من هالشعور اللي عم بحسه، وين يا أمة العرب؟ رحت على الهند أقعد 3 أسابيع، تالت يوم حاولوا يقتلوني، لأني شفت شو عم بيعملوا بالعرب وبالمسلمين وبمحمد وعلي. أخذت ورجعت. العرب عم بتروح لعند أوشو، هلأ صار سكس سبا، مخمرة ومخدرات ودعارة ومشو ما بدكن موجود، لأن بدن العرب معن مصاري. قال لهم أوشو رح تعملوا مني دين واتجروا وكلكن يضاس. ولما شفتها خافوا مني، حاولوا انه يعملوا شي طريقة. وشفت واحد قال لي مريم وحدك الصادقة. أوشو قال في نخبة قليل، أنا منهم بعرف حالي. العرب اللي لقيتهم هونيك ما فيني إلكن قديش، ما حدا حكيني، كلهم خافوا، حتى اللي من لبنان كانوا 20 واحد، ويلي راحوا معي كمان نكروني، خدون بس بيعملولكن غسيل دماغ وبيفرجيك إنه فيك ترقص وفيك تدخن وفيك تعمل سكس وشو ما بدك بالتأمل. أوشو منع كل غرفة وإلى زي، وكل شجرة وإلى في، في احترام للمحراب، في احترام لأي علاقة. Relating not relationship, relationship. والوحيد اللي حكي عن إسلام الله وعن إسلام الفطرة أوشو، وقت كان عمره 9 سنين، حتى علم لا إله إلا الله. قالوا لي أوشو ما بيحب العرب والمسلمين، لا بيحب ولا بيكره، هيدي الفطرة. منعوا كتب تفوت على الهند وعلى لبنان وعلى العالم يلي بتحكي عن حقيقة إسلام الله وعن حقيقة الحبيب والإمام علي وجعفر. الكتب معي، طلبتن من أمريكا، جيت لقيتن بلبنان مانعينن بالهند في مكتبة بأبو ظبي، أول برنت من أهل البيت هون. روحوا لعنده واطلبوا كل كتب أوشو اللي حكي فيهن عن الإسلام بنوع خاص، هالكتاب يلي ممنوع وموجود على هالنيو تي في هون. كل الكتب الممنوعة رح تكون، وموقع اسمه وي آر إن دينجر، نحن في خطر، وهوم اوف لايف كل الكتب. هيدا الكتاب ايموشنال ويلنس، اذا في اسلام لحول هالكتاب، كيف حول الحبيب كل الاغراءات وكل العواطف باشن وايموشن، حولن الى رحمه. Understanding the nature of emotion. ليه عنا انفعال؟ بنروح بالدم نفديك يا لبنان من اجل الحقيقه، سوء الظن. كيف اجا وحولن؟ شالن من الفكر إلى الذكر. كيف قدر يتحكم هو بعلمه وبفهم بكل عواطفنا؟ Emotional expression, emotions of the body. كيف قدر هو حسيب ورقيب على جسده؟ مشان هيك حط علم ما حدا حطه إلا الحبيب، الرجل القوام. في كلمات ما فيني أقولها، لأن الأمن العام ما بيعرف شو الأمن، ما بيعرف شو العام والعامية. From head to heart, the being, a journey back to the center. كيف تفوت إلى السنتر، إلى المحور؟ أنت مثل الدولاب، أنت العزقة وأنت الدولاب. Emotional wellness. كتار من الناس بسألوا هالكتاب أشهدوا للإسلام، شو السبب؟ أنت ما بتلحق حدا، حسيب ورقيب على نفسك، على أفكارك، كيف الفكر. كل واحد منا كل لحظة في فكر، كل خطوة فيها طريق،
كل نفس خلق الخالق طرق بعدد ما خلق من خلق. كيف فيكن تمنعوا هيك كتاب؟ موجود الكتاب، وموجود الكتاب يلي اسمه compassion، الرحمة. هالكتاب فات على لبنان على مكتبة اسمها All Print، ويلي فوت هالكتب اسمه خليل أبو الشوارب. كانوا ممنوع تفوت كتب أوشو على لبنان. أنا فاتت معي بطيارات خاصة، كانت قاعدة ببيوت فيها طيارات خاصة، فوت الكتب على كل الأمة العربية. ولما جيت على لبنان وقلت له في هيك كتب، راح لقاها موجودة بالأول برينت بأبو ظبي، حطهم بسيارته وهيك جيبوهن على لبنان. وبعدين لبنان قال هيدي كتب لازم تفوت، عنا حرية الرأي يا أخوتي. هون شو اللي مقعدني بالنيو تي في؟ اللي بقولن هون ما فيني قولن غير مطرح. كم تلفزيون، ال بي سي، الام تي في، الاول بريس، قولوا له هيدا او تي في، كله تي في تي في تي في تي. شو هالسخافه؟ ما حدا بيسترجي يطلعني لا على الهوا ولا تسجيل، لانه كل كلمه بتقولها مريم هي منا كلنا. بدهم يحطوا مثل ما عم بتشوفوا على المحطات والمنحطه. فاذا حتى اوشو يلي هو المركز الاساسي هو منه موجود، ترك. بس رحت وشفت الأكل تغير، الخمرة مباحة، الدخان، الدعارة علنا هيك لا يجوز. شو بيعملوا؟ بيشفروك. الإمام علي حكي فيها، هو عنده هالعلم، هو الباب والمدينة والباب. شالوا هالكتب، قلت له وين كتاب الانفعال؟ كل الهند منه موجود. طلبته من أمريكا في إنترنت. جيت على لبنان لقيته أنا ومير أحد مكتبي بالأشرفية، فت لقيته موجود هونيك. خدت 10 نسخ. خي عبد الله لحية عندك بالأردن، وخي عبد الله عندك بالسعودية، وفاتت على سوريا وعلى كل بلاد عربية. بعد فاتوا. وهلأ بيكون هون قريباً كل هالكتب على موقع هون على نيو تي في. منحط موقع على الحمار، منحط موقع على مريم نور. يا ريتني حمار، عم جرب كون قد ما بقدر كون حمارة. بدنا نرجع إلى حياة الطبيعة. كيف نمنع كتاب يعني؟ نسمح بكل اللي عم بتشوفوه ومنشيل العلم؟ رح سكر هاي لأني حبيت أني حط شمعة خصوصي للحمار. تاري أنا الحمارة ما شفت أنه فيها فراشة، فراشة بلاستيك عملت ريحة. تشوفوا مش هو الحمار، أنا الحمار. المسيح ركب على أتان أنثى وصعد. فإذا رح يكون عندنا هلا حزب اسمه حزب الحمير. حزب الحمير كان موجود بمصر، هلا بالعراق، بأمريكا مثل ما بتعرفوا هو حزب الديمقراطية، ولكن حزب سياسي. هون رح يكون عندنا هالحزب. بشكر زياد بارود وشرب الخليل وكم واحد منا كمان، ومن هون من النيو تي في اللي انا بحبكم. اهلا وسهلا بخدمتكم. التلفزيون، التلفزيون منه لصاحب الشركه، هو لكل مشاهد. شو هن الشروط للحزب؟ اكيد اول شرط ما بدنا نكذب، يعني نادرا ما تلاقوا حدا، معلش نشوف الكذبه ونلاقيها بيضاء وبعدين منقدر ناكلها. هالجاتو ابيض بس من جوا لا. فاذا الحمار هو مثل كل الحيوانات عنده ذكاء، وراح يقول حكمه مهمه كثير. قريبا راح يكون في كتاب اسمه يا حمار. هالكتاب اللي يا حمار راح يكون مسرحيه وممكن نحطها على التلفزيون. الحمار هو بده يكون الذكي اللي بيحكي قليل بس بيحكيهم بحكمه، هو اللي عنده الحكمه. بيعطيكم اشياء بتبكوا وبتضحكوا وبتتاثروا وبتتغيروا، انه ولو هالقد صرت انا غبي، ليش ما بكون حد النبي؟ ما بدي يكون حد الصبي. بيعطيك حكمه. القصه رح تكون عن اوجاعنا والمنا، ليش في حرب، ليش في دمار، ليش في فقر، ليش في سياسه، ليش في كذابين، كله بسببنا. كل واحد يقول انا الغلطان، انا الغلطان، انا الحق علي، الحق علي. ونتفائل بالخير ونقعد نتعلم لغتين. اللغة العربية كلنا لغة الحمار،
ولغة الدولار، نعرف إنجليزي، ومادياً نكون ما حدا عايز حدا بحزب الحمير، مش إنه أنا بدي إجي لأنه لا، مع إنه اللي عم بيبعتوا لي بريد يعني في واحد من أغنياء الأمة العربية يعني اللي لا ما بسترجي. قلت له ليه ما بتفتح انت برنامج او تلفزيون ما يكون في ابدا دعايات ويكون للحمار؟ امريكا بتسكره. نعم، امريكا الحاكمه واسرائيل العاصمه اللي عم بيتحكموا بمليارين مسلم. فاذا جاء الوقت ويك اب يا عرب، ويك اب يا اسلام، يا مسلمين، الاسلام حي، المسلمين اموات. لما حكيت الاداره هنيك عند بونا خافوا، قلت لهم اللي عم بتشوفوا ما له علاقة بالإسلام، مشان هيك خايفين تحطوا إسلام الله، إسلام الفطرة. قال إيه مليارين بدهم يتحكموا بالعالم، إن شاء الله بيكونوا كل العالم مسلمين، هذا هو إسلام الفطرة، المسيح وأنتوا أنا ومحمد وموسى وعيسى والطبيعة. تتذكر وقت إجا واحد وقال له بدي أقتلكم كلكم المسلمين، قال له إيه فيك تقتلنا بس بضل الإسلام حي. قال له وين بده يضل؟ قال له فيك. قال له أنا القاتل؟ قال له إيه؟ حتى لو أنت مت. قال له إذا بيته كل البشر بيضل؟ قال له إيه؟ بتضل الطبيعة تتناغم. الإسلام هو النور، النور للنور وأعزلها. فإذا السلام عليكم 11 واو 3 عليكم السلام، مثل ما عملوا أيام كندي مارلين مونرو، هلا حطوا الواو. الحاكم هو الواو والهوت دوغ، الحمار هل قد الهوت دوغ ومنا حاكمة. نحن عنا كبد، الحمار بده يشيل الكبد، وهيك بيروح الفلت، وهيك بيروح الحرب، بتشيل الري. وقت بيكون في حريقة وبنطلب ايه امبولانس امبولانس اسعاف برجي برجي، بتجي ماي تطفي الحريقة، ما بتجي النار. شو بنعمل؟ بدنا نتعاون مع بعضنا كلنا. مشان هيك هلا طلبت من الشباب من دري يرجعوا يحطوا 01 3 3 3 3 10 رقم تليفون البيت، برد ساعة بالنهار بس بحكي معكم. ومش جسمي وراسي وإيدي وإجري وعيني، لا، بدنا نحكي بالعوالم المجرات ورح نحكي فيها مين بيروح وكيف فينا نصعد عليهم، مش بأوت بادي أوف إكسبيريس، بالإسراء والمعراج. أسرى بعبده حتى تشوفوا في عوالم غير هاي، هاي بيت الأبيض وهون بعبده يعني ما بيصير. هيدا جسد بيرجع من التراب إلى التراب. وين الساجد؟ وين المسجد؟ هي إبت المسجد كلها. هالساجد وين بيروح؟ أنا سفينة نوح وأنا نوح، هل أنا الكونية فيك وفيي؟ كل شيء ذكر وأنثى جوا. هو الحمار بيعرفه. كل الطبيعة طبيعية، الإنسان منه طبيعي، الحيوان اللي بيعيش معنا منه طبيعي. صرحت أقعد 3 أسابيع ما بقى فيني أطلع من البيت، ما فيني روح على محطة التلفزيون. شفتوا بالأو تي في بشكرهم طلعوا مهذبين، ماشي البسيل في برنامج سرك، قلت لها يا أختي عيب يعني، وطارق كان هو بده ياني قال له جيبوا هالمرة. هيك بتحطوا مكانات بصبيعكم، بتقتلوا المسارات وبتحكوا عن ناس ماتوا، بعدكم عم تحكوا عن هالبنت الصبية اللي ماتت. بالإسلام ثالث يوم ممنوع نجيب سيرتون، خلاص أول يوم ثاني ثالث ما بقى في تقولوا ترحموا، ما في شيء باسمه، ما حدا بيعرف وين ستنا فاطمة أو الإمام علي، خلاص احترام الميت دفنه. فإذا بدنا نحط هالعلم واحدني على كل هالبرامج أو هالتلفزيونات أو هالمحطات. تعجبوا ببونا كيف عندك هالعلم بس عند أوشو؟ لا، كلنا عنا هالعلم، هيدا وحي. إذا بقلكن في كتاب كمان كانوا مانعينه، لحق ما فيكن تمنعوا. 9 سوتراز 9 آيات 9 نجوم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفر. الصفر هو ستنا عائشة، من 1 للـ9 كلنا، هي اللي من كوكب فينوس. هلا علاقتنا بكوكب فينوس، لا، اهلا وسهلا فيكم 9 ايام بالبيت عندي 3 ساعات كل يوم بتشوفوا. عم بغير بهالبيت ولو كان صغير، وقريبا المغاره 18 متر
ثلاثة بنقعد بصمت ما حدا بحكي، اللي شايفين اثنينهم ما في كلام، اثنيننا شايفين الشمس وأعمى ما عم فتح ما في يحكي، واثنين عميين مثل ما عم بيصير بكل هالأمة العربية. لقلقة وصرصرة واللي عم بتشوفوه، ما في برنامج بينحضر. قالوا لي بيبونا ما عندكم شيء، الإعلام عندكم كتير ضعيف وسخيف و و و. قلت له خلص بس عنا مواقع، خلص بتفوت على موقع محمد كيلاني، بيت الله، بيت الشفاء، بشار أنطون، مريم نور، يعني في نحن قليل بكفي أربعة خمسة، والموقع الأساسي فيك. فإذن كل واحد منا، نحن كلنا بحزب الحمير يلي بده يكون صادق مع نفسه، صادق مع نفسك، وقت بتكون أنت بتحب هالنفس وبتعرف من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس الشفافة. أنت ما حدا بفوت معي على القبر إلا جسمي، والباقي كله مجاملات. بشوفك كل يوم على الجزيرة، ليه مش عم تطلع على التلفزيون؟ ما بريد تليفون بسكر. فإذا بدنا نحكي عن الكذب، عن المجاملات، أشياء كثيرة حتى اللي بالأخوان بعدين بتنضف. وقت اللي بتنضف أنت خلاص ما بقى أنت ضعيف وسخيف، بيحكوا كلمة بتسب بيفهموا المسبب محبة. بعدين أن ترى الله في كل شيء، هالألوهية. فرانسيسكو هو عم بيموت قال لهم سلموا لي على خي الحمار، قالوا له، قال لهم إيه، هو الوحيد يلي أعطاني علم ما لقيته بالعلماء. الحمار مثل كل واحد بالطبيعة، إذا حامل ركبته امرأة، إذا حاملة ومع بنت أو صبي بيعرف، إذا بنت بعد بكر بيعرف، إذا هالصبي شو عنده مرض بيعرف، إذا كان هيك جسديا مختلف معاق بيعرف، بصير يميل. إذا كان جوعان بقص الطريق، إذا شبعان بلوح. كلنا كل واحد تقريبا بلوح، ما كان عندنا حمار، كان بي يركب على الحمار، هو أبو أنطون، بي يجر أبو أنطون، أبو أنطون يجر بي، ويروح على الضيعة يطبب هونيك، وما في مصاري، قليل ما حدا يعطيه مصاري يعني. كان يجيب مونة، ومرة خبرتكم جيب بنت، قالت له أمي لا جبت، قال لها مع سل، قلت أنا بتعيش معنا والولاد بتصح. هيك إيزابيل عاشت معنا وتجوزت من البيت من عنا، أخت لنا من تنوري. كان في براءة، مش إنه هي مع سل وجاي لعنا، لا، كانوا ياخذوا الحمار يروح فيه على حوران، يجيب كيسان شعير ولا قمح ويجي فيه يعطوهن للمريض بالاول، يضل الحمار رايحين جايين يزقوا من حوران. فاذا كل واحد هالطبيعه اللي فيك لحيفيه، وفينا انطوى العالم الاكبر. مين ما شفت اليوم هيدا انا، هيدا خيي، مين ما بتحبه هيدا انا. أنطون سعادة وقت قالوا له جارنا بيعبد البقرة، قال له يعبد بده يعبد بس ما بتنطحنا. خلص افتحوا باب الفكر، الانتقال من الفكر إلى الذكر. فإذا اليوم قانونيا عندنا حزب الحمير على موقع الجديد بيكون موجود. نعم، كيف تتصلوا، شو بتحطوا حتى تكونوا نعم أعضاء عضو مع الحمار. ومثل ما قلنا نعرف عربي وانجليزي، وما حدا عايز تاني ماديا، وتكون اعمالنا وقف يعني صدقه لنفسي، مش ربحك جميله اني انا رحت نظفت لك بيتك او جيت نمت عندي او رحت لعندها. كان كثير منيح الحزب على ايام انور السادات، وانا كتبت له مكتوب وجاوبني مكتوب بخطين، كان رئيس جمهوريه يعني ما بنسي. وبعدين بس مات اخر انسان بالعضو بالحزب، سكر الحزب حسني مبارك. مشان هيك عشان عم نفتش هلا بالعراق، حزب ابو صابر قوي كتير، برا في كتير، بالهند في كتير حزب، حزب البقره، حزب الحمار، الكلب بزين الجردون. ليه؟ لانه الطبيعه بعدها طبيعيه، نتعلم منهم.
الإنسان ما بقى طبيعي يا أخوتي، بعدنا عم نفتش على الإنسان يا أشباه الرجال والنساء. شو اللي وصلنا لهون؟ بنوع خاص أمة العرب والمسلمين يلي فاتوا بالأخلاق وبالعلم، شو اللي وصلنا لهالانحطاط؟ قالت مارغريت تاتشر لا تتأملوا، خلص حطينا سكر بأمة العرب، حطينا أدوية وحطينا أمراض، شيلوا الخبز وشيلوا المي، ملهيين بالأدوية وبالأمراض. إذا بقلكن بلبنان ما في شيء من إنتاجنا وكله اللي منستورده كله ملوث، حتى الصرماية صارت، الحرماية والصرماية هن القيمة إلهم. حتى برامجنا هالمنحطة على كل وسائلنا يا عار العالم ما في برنامج فيني أحضره أبدا. هيدا هو الوحيد اللي هون. في كتير ناس وبشكركم بيبعتوا لي إيميلات، مريم في كتير بالكويت بيحبوكي، في كتير بالسعودية، في كتير بعرف من اللي بيدخلوا، ولكن walk your talk، ما تضلوا بالكلام، زين القرآن بالأقوال وبالأفعال، حطوا صدقات. أنا بقلكن وين تبعتون، رح أرجع أخذ استشارات على التليفون ورح قلكن إياها بكل ألم إنه أنتوا بتدفعوا على الاستشارة 200 دولار بدفع أنا 800، ببعت 1000 دولار وبقلكن لوين، حتى ما نخلي أمريكا تشتري سلاح، إلنا حق هيك، ما ندفع أموالنا ضرائب ونحطهم بأمريكا مليارات الدولارات تنشتري سلاح. اللي عنده السلام عليكم، بدنا السلاح عليكم، بس هالسلام ما بيجي بلا علم، بدي علم ورثة الأنبياء، ما بدي ولا أي جامعة ولا مدارس ولا مطاعم ولا مشافي ولا مشي مجامع. شو العلم يعمي والجهالة تعمي وكلاهما بلا، مساجدكم عامرة في البنيان خالية من الإيمان، ما بقى في إنسان، نادراً هون بلبنان هيك 1 2 3 4 1 2 3 2 1 فيه، مني واحدة، الكتاب خير جليس وعندي سطين، خبرتكم بحس حالي يتيمة وأرملة وقت ما بلاقي خليل أبو الشواري. ومرة هيك سكن قلبي ما لقيت حدا، تلفنت مدير تلفزيون ما فيني لكم، حسيت له خليل منه هون، قال لي أنا هون، وهو معنا بحزب الحمير. فإذا هيدا بدنا حزب يلي نزل كل الناس بتحكي عن الأحزاب، بس يكون حرف بالنص منشيله حب الحمير، نعم، بس لأنه في أحزاب كتير نحن من حزب الحمير. كلنا شو بيعمل، أنا بطبخ، أنت بتكنس، هيدا بمسعدة بجلي، هيدا طبيب، غير شو ما كانت، طبيب طبيب بس بالمستشفى، بس بعدين بروح بكنس الطريق، هلا هلا عم بحكي بس بعدين بكتب، بعدين كل واحد عندنا كل الأعمال. ما بدي اختصاص، هيدا كذبة يعني، في اختصاص لهالعين هلا ولهالعين ولهالمنخار ولهالمنخار. فإذا بدنا نفتح باب العلم بحزب الحمير، نحط حل، حلوة قربة تنحل، لا منحط الحل، ولا مرة بحكي أي موضوع إلا بحط الحل. يلي ما بقدر أقوله هون لأنه بتعرفوا بتوقع الدعايات كتير ومنضر الناس وبقولوا على الموقع. من كم يوم عرفتوا شو زدتوا مرض بأمة العرب، هالمرض اللي زدتوا تيعمل سرطان بالأنف، هلأ ما في سرطان، صار قليل بالقلب وبالأنف وباللسان، بلش يجي. ولكن بهالكتاب كنت عم بقرأ حطوا انرجي، طاقة، كيف تقدروا تغيروها. وأنا إلي 3 سنين تقريبا بحس بشي بمناخيري اتنينون، مشان هيك بمشي معي إشارب كذا، أنا أتنفس بتطلع بالأرض حتى ما حدا يقول لي بحبك وما أدري شو كلمات ومجاملات، وبلاقي في وسخ كتير بالأشرفية كأني بالشانزليزيه بباريس كليب. سو أنا عم بقراه، يا الله حط الحل، سكرت الكتاب وعملت مثل ما قال هيك دقيقتين، جارتي
عندهم هيك امراض وغيره وغيره. خبرتهم قالوا لي احنا بناخذ ادويه بناخذ هيك، انت حدنا 40 سنه ولا مره شفنيك اخذتي دواء ولا شيء. قلت لها هيدي بالانف بتروح، بس ما فيني اقولها هون لان كل الادويه بتوقع يلي عم بيعطوها هلا هيك بدون، بتروحوا بتشتروها من هون ومن هون ومن هون بطريقه حلوه كثير، وهي طريقه زيت وتنفس هيك، وتطلعي بصوره بتحبيها او شيء بتروح. ما طلعت بعد يومين ثلاثة وين راحوا؟ كان دايما في شيء وقاعد بمناخيري. واسرائيل لما نزتت هول على غزه وهون عملت ديماركيشن، ديماركيشن لاين يعني ما بيخترق لعندها. كيف قدرت تعملها هي؟ يعني انا بكب عليك وسخ وغبره بس ما بتفوت على مريتي. هالعلم بدنا نحط هالعلم اسمه انما الاعمال بالنيات، بس هون بدك تعملها بالنوية. ما حدا بيقدر يخترق نويك الا اذا انت قبلت. شوفوا دايما في شجرة وعليها 100 عصفور، بتمرق بسينة بتنوي نو 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 بينزل العصفور، هو سمح او ديك قالوا لا. فاذا انت بتفتح الباب او انت بتسكره، المسكة من جوا، المسيح واقف على الباب ما بيدق، انت بدك تفتح، انت الطارق، اقرعه يفتح لكم، ادعوني استجيب. هالعلم ممنوع طبعا ولكن ما حدا بيقدر يمنعه. قال له اخلع نعالك لتراني، هي اول شيء صرمي برا، مش اللي بتلبسها هيدي وقت اللي بتشيلها وبتحطها برا. مع الطبيعة بتصير بتفوت بإجر اليمين على الحمام بإجر الشمال. وراح أقول البرنامج ستي صباحا هيدي نعمة كبيرة، وعرفوا في منهم علماء وقالوا إنه بلبنان ما بقى عم بينباع أدوية للكونستيبيشن قد قبل، في سبب. طلعوا شافوا في برنامج الساعة 6 الصبح اللي بده يحضره بيقوم 5:30، 5:30 مسار الرئة والمصران الغليظ بخف الدخان وبصير عندك بصير طبيعة الخلا. والإمام علي حط هالعلم مرتين بالنهار صبح ومساء. الصبح بتروح كل الأفكار وكل النوية وكل الأحلام اللي بتشوفهم والوسواس، ومن عشية كل المشاكل اللي شفتها بالنهار بتوع الحي فيك. الانتفاضة صباحا والحي مساء، كنداليني. فإذا قد ما فيكم توعوا الصبح، إذا شي نهار موعيت الصبح يومين ثلاثة بتضايق، قال له نام بكير وقوم بكير، شوف الصحة كيف بتصير. فإذا هالعلم موجود كثير على الموقع، وموجود أكثر شيء على موقع بالعربي نهلة من مصر، عربي إنجليزي مريم، أكثر روحانيات والعلم محمد كيلاني. بشار أنطون خسرني هالصبي، صار هلا بالامارات وممكن يكون عنده وسيله تعليم له حتى يعطوه انه اللي بدك اياه. كنت بتمنى يكون بلبنان، لانه بسوريا بصير بده يروح على الجيش وعنده مبدا خاص ونحترم مبادئ غيرنا، ما بحب يفوت على الجيش. عنده الجيش الداخلي، الجنود الداخلي، موقعه حلو كثير وعنده معلومات ما فيني اخبركم. بيت الانسان كان، هلا صار بشار انطول. قد ما تبهدلت كلمه بيت، خبرتكم ما قالي عليها بأي بيت، ولا بيت السلام ولا بيت الحق ولا كل هالبيوت بسوريا زينة باللادية، بلبنان مريم نور، نهلة الأتربة بمصر، وكيلاني بالأردن، وبشار أنطون بدبي. فإذا كل واحد منا شوفوا كيف بدنا نكون صادقين مثل الحمار. كتار درسوا عن 100 شو اجوا، ما فيني لكم الكذب والنفاق، وعند اوشو كتير. هلا اوشو سي بابا وكتار من الناس بدهم العرب. قال لي وي نيد ماني، صادق بهالجريمه اللي عم يرتكبها. ومين عندهم مصاري؟ العرب. العرب عم بيشيلوا البترول، وقت اللي عم بتشيل البترول مال حرام، هيدا البترول هو دمي والمي عظامي ومن الماء كل شيء حي. الحجارة اللي بتشيلها الكريستال وغيرهم هيدا الدماغ. سو الأرض ما بقى تتحملنا،
صار مرض تيرمينال كيس، ما بقى فيه إلا شفاء إلا بالدمار الشامل. فإذا لوين بدك تروح؟ حضروا حالكم كلكم. هي بتخوف، ولكن أوشو وورد عم بتفوت على لبنان، فيكم تاخدوها على الموقع. عم بيحكي سنة 2012 وين بده يكون في دمار وين هالدمار رح يكون. شي بخوف طبعا، ولكن لما بتشوف انت شو فيك تعمل، شو هي اللطيفية، هيدا شي رح يصير. الدمار الشامل ما في حل غيره. مجلة بنص دولار، ما حدا قدر يعمل هيك مجلة. Sun Storms، الشمس Hitting the Earth، سنة 2012. اي بلاد هي؟ بلاد الشام واليمن، رح يكون فيها كتير ناس تجي تلتجي لهون، سوريا، لبنان، لحد اليمن. Sun Storms، في هلا تلفزيونات خاصة يلي عم تحكي بهالعلوم، والكلام حلو كتير. Live Love Laugh and Light، 4L. هالأربعة L هن مثل الأربع خلفاء، حرف العين نفس الكلمة، نفس الشكل، نفس الوقفة بالإنسان. فإذا نرجع إلى كتاب معين الدين أو توم مونتي وندرس علم الأعداد numbers، ليش العربي 1 2 3 زاوية 2 3 4 تسع زوايا بعدين الصفر، بتكتب عربي هيك وعربي هيك. one hand clapping، بتزقف بفرد إيد. فإذا بتكتب عربي بيقوى العلم، العدد العربي الرقم بتقوى الحكمة، وبتكون إنك على الصراط المستقيم الوسطية، ما نتطرف ولا بالحكمة ولا بالعلم، نقع ساعتها بالسحر بالشعوذة. قال له أنا شيخي بيعمل معجزات، بيجي يحيي الموتى ودردر. قال له أنا شيخي بيعمل معجزة، والمعجزة إنه ما يعمل معجزات. The only miracle is not to do miracles. هلأ اليوم بعصر السحر والشعوذة، ليش؟ حتى يسكروا كتير مناطق، 72 منطقة بتتسكر، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. منلتهي ومن البيان لسحرة بطرفة عين عرش مملكة. إدغار كيسي، حطوا إدغار كيسي شوفوا، كان يجيب أدوية من غير كواكب ومجرات، بس ولا مرة إذي إنسان، ولا مرة فكر إنه يعمل قتل، أو بس كان يقول ما تطلع بهالأسانسير رح يقع، ما تمشي هون. يشوف عنده ديجا فيو ديجا فيكو، الأطفال عندهم إياها. فإذا وقت أنت بتشوف رؤية، مثل هلا في بنت بالعراق مهمة كثير صغيرة، عندها هالكونيات وعندها حدا معلمة منيحة كمان، منا أمها ولا حدا، انتبهوا بس تلاقوا ولد مميز هيك اسمعوا له، وأنتوا اسمعوا له وساعدوه، موجودين. ليه؟ بس هن نور بهالارض. فاذا ما بدي فوت بعلم ابدا في سحر وفي شعوذه وهيدا الابراج وغيرهم، ما في اثنين بيقولوا نفس البرج، فاذا مين بتصدق هي او هي؟ اذا كان في حدا بيعمل سحر وبيعمل معجزات وبيحيي الموتى، شفتوا شو واحد اجره مقطوشه واجا واحد وقال له انا ركبت لك اجر مقطوشه من رجعي؟ في وجع بشيل، ايه، لانه هيدا مايند باور، بالنوايا، امن بالحجر تبرى. بيكين بس يروح عمر نهرة يوصوا هالنسوين يجيب، ينسى يحمل تراب من وين ما كان ويعطيهم اياها، بتزبط معهم، لأنه النية. بلاسيبو. فإذا مين بيقدر يعمل معجزة ويحطها؟ منعها حتى المسيح، هيدي كلها رموز. أنت تستفيد من هالأجر طالما عندك اثنين، هي أحلى سيارة أوتو أونز، أحلى واحد بيحبني جسمي، هو اللي بيفوت معي على القبر. ولكن ما تنسى بقى تجي الدودة تاكله، عم تاكله بس ما عم شوفه هلا. فإذا ما بدي اهتم كتير بهالجسد قد ما بقدر، وهيدا سر كبير ما فيني افهمه، عشان هيك بعرف كيف يلبس وشو ياكل وشو ما كان اكل. لو اكل شوية سم بتحولهم إلى سم سم، وإذا ما بتعرف السم سم بيتحول إلى سم. فإذا بدنا ندرس، بدنا نقرأ، بدنا نفهم،
بدنا نحفظ العمل به ثم نشره. بدنا بكل محطة يعني منمون عليكم، يعني كل محطة تحط ساعة لله بالنهار و23 للشر، بس ساعة للخير ذرة. كنت بمؤتمر عم بيحكوا عن الذرة، ما فيني قلكم ذرة الشر وذرة الخير دينون، انت فيك تستخدمون، انت فيك تعمل هيك او هيك، اثنينهم بيضووا الدنيا وبيحرقوا الدنيا او بينوروها، وموجودين فيك والجؤفة، انت يوداس وانت المسيح، بس وين خيارك؟ انت شو بدك؟ الضعيف دايما بيترك الدنيا وبيروح عند الله، القوي اللي بيقدر يترك الله. انتبهوا، الكرة الأرضية كلها هلأ عم تمرق بامتحان، امتحان بالمي، بالطقس، بالثلج، بالمجاعة، بالاقتصاد، بده ينهار، بده يجي وقت تشوفوا دولارات على الطريق ومثل مو قريبا ماشي. بالأول بننبهر سيارة وطيارة وماري تعرفوا تعرفوا شترنا شترنا، بعدين فكر هلأ جاي الموت، أنا وبستديو وين حسن الخاتمة؟ شو عملنا؟ شو اللي سبقني على القبر؟ شو اللي عم بيوسع لي قبري؟ هيدا حزب الحمير هيك رح يكون، كل واحد منا يذكر التاني بغلطه، مش انه تقول لي هيك، اللي غلط بوجه وجها لوجه، بالانتقاد تحيا البلاد، ونقولها لبعضنا مثل الام اللي بتضرب ولدها وبعدين بتحطه بحضنها وبتغنج وبينام بيندحش بامه بالليل، بيعرف انها بتحبه لو ضربته، بضربك لاني بحبك وشان لواجه، مش بالطعن بالظهر. هي الغيبة صعبة كتير صاحبها يقدر يتلقى اي معرفة، ما بدي معلومات، no information awareness and knowing، ما بصدق، I don't believe in believing. وقفني رجل دين مسيحي خوري وهيك صليب، قال لي انا، اعطاني انه هو له مرتبة، وقال لي ليه اني بتحب الاسلام يعني المسيح، انه المسيح الله بس محمد، قلت له ايه معك حق، تركته يحكي مثل ما بده. بعد يومين ثلاثة يعني قال لي حسيت، شفت رجعت على الطريق، حسيت ما في زمن بيني وبينك، يعني كيف انخطفت هيك وما بقدر اقول لك وين رحت؟ ما في لزوم تروح لمطرح تتكون مسيح، انت مسيح مش مسيحي، منك محمد، محمد أحمدي، كلنا هيك. برا بيكرموا هالعلماء، مطرح ما بكون خارج الأمة العربية بيخبروني عن أنطون سعادة، عن كمال جنبلاط، عن الصباح، عن جبران، مرداد، مخيل العين، يا الله بقول أنا ببلدنا لا نبي في بلده مطرب الحي لا يطرب. قال لي ميتوا بدهم 300 سنة فيقدروا يفهموا كتبيك، هودي مش كتب مريم، مريم تمسك قلم وورقة بأمر. بالإنجليزي لو ما أوشو أنا ميتة ما بقدر لكم، بالعربي كمان بيخدن من أوشو، بس خلص بعربهم بقلبي، بتبعتولي أنتوا معرفة عن العربية وعن الإسلام وعن، بيرجع بيجي الكتاب مميز، كتاب الرجل بالعربي وبالإنجليزي، بتلاقيهم لازم العربي نرجع نكتبه بالإنجليزي، كتاب الرجل بإيدك بشار الأسد، والرحمة بإيدك علي عبد الله، والمرأة معمر القذافي يعني، وبدنا أكثر من رئيس جمهورية يكونوا معنا بهالحزب، منا بحاجة إلى أموالكم ولا إلى السلطة اللي عندكم إياها، بالعكس رح تكونوا معنا حقيقة بحقيقة إنسان، وتعرف قديش انت سبب بسببنا يعني هالكعك من هالعجين. فاذا كل واحد بده يغير حاله، الحيوان ما بيجرب يغير مرته، اصلا ما بيعرف مين هي مرته، يعني الهيت الوقت تبعهم بيجي بالريحه بالعطر، كل الاولاد واولادهم وكل الطبيعه. وهيدي فكره هالحزب يعني،
كيف كلنا نتعاون، كلنا نعرف إنه ما بتكبرني كلمة يا فخامة الرئيس أو يا جلالة الملك أو يا سمو الأميرة. ما تقبلوا أي لقب وأي شهادة. إذا ولا البد عندك شهادة حتى بالجرور، إذا أجد الدولة أو حدا يسألك مين هو اللي عم يعطيني شهادة؟ يعني اليوم عم ندرس طب على الإنترنت، طبيب بتكون خلاص. بدي ارجع للفطرة السمكة، مين علمها كيف تسبح، والعصفور كيف يطير ويغني، والطفل كيف يطلع دغري يحط امه يرضع. نرجع الى هالفطرة. وبالفطرة منك you are not a sinner، ما في خطية. you are not a saint، منك قديس. you are a sage، انت حكيم وعليم وفهيم من أولياء الله العارفين بالله. هيك خلقت، خلقت بالبراءة وجاي بالحكمة معك، لأنك جاي جديد، نور من نور، إله من إله، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، يساوي الآب في الجوهر. خلاص ما بدي غير هيدي الشهادة. وقت بتقول أشهد، أنا ما أشهد محمد، بس أتمنى أشهد أن لا إله إلا الله. هالكلام وهالترداد من الشفاف وبعدين ببلش يفوت من لب القلب، ساعتها بتشوف أن ترى الله في كل شيء، في كل شيء، بالعدو وبالصديق وبالليل وبالنهار وبالمرض وبالموت. اليوم الصبح إجت لعندي من أهل البيت وقالت لي شو هالعدل الإلهي، يعني وحيد عند أمه 32 سنة وعنده طفل، هو وابنه سرطان تيرمينال. قلت لها انطروا المعجزة، الجسد اتنينون هيك، والابن قال له لبيه بحب أنا عمود تغمرني، والبي بيبكي والطفل لا، قال له غمرني وأنا وأنت منروح على البيت. اسمعوا له، قلت لها هي العدل الإلهي إنه نقبل لتكن مشيئتك إلا بما شاء، نعرف إنه ما منعرف والله أعلم، ولكن أعطاني شريعة، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، في شريعة طبيعية، مش زلع بلع كله أدوية. كلهم بعتذر بقول لهم كل أخوتي اللي بيجيبوا أدوية، اللي بتستودوا أعشاب، اللي بتجيبوا عطر، كله ما له لزوم. حتى نحن بلبنان، ببلد بلبنان ما عندنا رز، لازم ناكل قمح وشعير وتنبيت، مثل ما أكل معلم كمال جملاط، هو منه معلم، أفاتاره أكثر من أفاتار، مثل الطبيعة. بده يجي وقت ما بدنا نستورد يا اختي ابدا. امبارح واحد اجنبي قال لي انتم كيف تستوردوا هالقد؟ ايفن ذا تشوينج جام العلكه، يعني انتبه انه كيف السوبر ماركت بحطوا علوك. قلت له ايه كله استيراد. قال لي بسوريا ما في استيراد، ما راح سوريا. نحن عم نستورد خدم بالكميات، رقصات وفنانات وفنانين. وخبرتكم امبارح اجتمعت بالبنات والشباب يلي عندهم ايدز، ما فيني اخبركم السر كبير، ولكن ان شاء الله وزير الصحه يقدر يهتم، وكل واحد عنده ايدز انت المسؤول.